طبعاً في البداية اسمي سلطان العويس، مهندس، درست الهندسة الصناعية والإدارة، وحالياً أعمل في قطاع الاتصالات. بديت في عالم القهوة، وبدأ اهتمامي في عالم القهوة من الصغر، يعني خلنا نقول كنت أشرب قهوة عادية حالي حال أي شخص، إلين مرة تعرفت على قهوة كانت غريبة نوعا ما عن القهوة اللي نحن متعودين نشربها كل يوم. بديت أبحث عنها واكتشفت أن في دول منتجة، وفي شيء يسمى بالقهوة المختصة والسبيشالتي كوفي، وشوي شوي بديت أبحر في المجال هذا، إلين ما أسست مقهى صغير كان في المنزل، كنت أسوي قهوتي الحالي يعني. جميل. فكنت أشرب قهوة خلنا نقول بمعايير مختلفة عن اللي موجودة في السوق اليوم، لأن كانت اهتمام شخصي، أنا كنت أهتم بقهوتي أن تطلع بالطريقة اللي أنا راغب فيها، وما كان عندي أي ضغط خارجي يعني اللي هو متوفر في المقاهي، أو الضغوطات اللي متواجدة في المقاهي. ففكرت كيف أنا أقدر أنقل تجربتي المنزلية هذه إلى أرض الواقع، أخلي الناس يشاركوني جودة القهوة اللي أنا أسويها في البيت، باهتمام بالمعايير، اهتمام بالتفاصيل الدقيقة اللي غالباً المقاهي اللي هي شغالة تنسى أو تفقد الدقة هذه الموجودة. والحمد لله قدرت أعكس نوعاً ما اللي كنت أسويه في البيت في مقهى شغال. الحمد لله نحن اليوم تقريبا بندخل السنة الثالثة للمقهى هذا، في 2017 بدينا. والحمد لله كان الموضوع صعب في البداية، ولكن قدرنا نوصل الرسالة هذه. في البداية طبعاً حالنا حال أي بزنس أو حال أي مشروع تجاري، اختيار المكان واختيار الاسم، أصدار الرخص وإلى آخر الأمور الورقية هذه المكتبية، كانت تجربة جديدة لنا نحن. طبعاً ما يمر فيها إلا الشخص اللي بيفتح محله وبينشئ مشروع جديد. فتعرفنا على نظام العمل الموجود الخاص بإنشاء الشركات الصغيرة هذه، تعرفنا على الدعم الحكومي الموجود للمواطنين لبداية مشاريعهم التجارية. فكان عالم مختلف، كانت تجربة مختلفة أعتقد لم تتاح للكثير من الناس، إلا لقلة من الناس اللي هم قرروا أن ينشؤون مشاريعهم الخاصة. وبعدين مرينا في مرحلة التوظيف، مرحلة إنشاء الديكور، إنشاء الاسم، تعليم الموظفين، تدريبهم بالطريقة اللي كنا نحن حابين نوصل فيها ونقدم فيها قهوتنا، التعامل مع العديد من الموزعين، اختبار الجودة عند الموزع هذا مقارنة بالموزع الآخر، والعمل إلى اليوم جاري بخصوص الشيء هذا. يعني هو مب من عمل أسوي مرة واحدة وينتهي، دائما عندنا تدقيق على الجودة الموجودة اليوم، شو المتوفر في السوق. طبعا القهوة السبيشاليتي ما تكون متوفرة طول السنة، في دول تكون موسم حصادها اليوم بعد 3 شهور، دولة أخرى الدولة هذه انتهى حصادها، فتمر بتجربة وتمر بتقييم للقهوة هذه قبل ما نبدأ نستخدمها عندنا في المحل. Thank you.
مثل ما قلت لك سابقا، انا كنت احاول اعكس البروسس اللي انا كنت اسويه في البيت او طريقه العمل اللي انا كنت امارسها في المنزل، حاولت اني اعكسها في مقهى. طبعا كيف اني اقدر اسوي هالشيء هذا؟ اللي هو باهتمام بالتفاصيل الدقيقه اللي انا كنت اهتم فيها انا شخصيا، وزن القهوه، حراره الماي، درجه ملوحه الماي، نوع المعادن الموجوده في الماي، سلاله القهوه، درجه التحميص، الكثير من الاشياء البسيطه اللي تفرق في جوده المشروب المقدم. اليوم نحن في 20 جرامز نحافظ على الجوده اللي نحن نقدم فيها القهوه، يعني اللي تشربها اليوم ممكن تشربها بكره وبعد بكره وبعد بكره، عن طريق اشياء معينه، ممارسات معينه نسويها دائما، اللي من دورها ان تحافظ على جوده القهوه المقدمه عندنا. طبعا انا اشرافي يكون بس على القهوه بالذات، يعني انه هو هذا المنتج الاساسي خلينا نقول، او الهدف الاساسي من المكان هذا. ولكن ايضا في اشياء بسيطه تكون مع القهوه او يطلبها الزباين. في نفس الوقت احرص انها تكون مثلا تكون صحيه، تكون مميزه قدر الامكان يعني. فتمر كذلك بنفس طريقة اختيار القهوة، تمر بالتجارب، تمر بأخذ رأي الناس أو الزبائن المعتادين، شو رأيكم في الحلاوة هذه، وشو رأيكم في البايتس هذا، وناخذ قرار في النهاية ونبدأ نقدمه للزبائن. طبعا صوت الطالب والله من أهداف 20 جرامز أنه نقدم القهوة بأفضل طريقة ممكنة، نطلع أفضل الموجود في القهوة هذه للناس اللي هم حابين يشربون القهوة. الحمد لله اليوم نحن قدرنا نأسس قاعدة زبائن معتادين خلنا نسميها. الناس هاي أصبحوا جزء لا يتجزأ من 20 جرامز، ويرجع لهم الفضل الأكبر في استمرار 20 جرامز لليوم هذا، وقدم لهم شكر. الرؤية المستقبلية بالتوسع في مجال القهوة، يعني تقليل عدد السبلايرز أو الموردين اللي نحن نتعامل معهم، عن طريق تنمية الأفراد أو العاملين في 20 جرامز أن يغطون المجال هذا. على سبيل المثال مجال التحميص مثلا هو مجال مهم جدا، مجال اختيار القهوة الخضراء أيضا مجال مهم. فلما نطور نحن القدرات الموجودة، الحمد لله اليوم التعليم موجود في كل مكان، فإذا قدرنا نطور هالشيء طبعا هذا بيقلل من تكاليفنا وبيساهم في توسع المشروع. نعمة الأمن والأمان، احنا عندنا اليوم الحمد لله في دولة الله رزقنا بحكام، رزقنا بحكومة، كذلك رزقنا بناس مسؤولين همهم الأول المواطن، تطور المواطن، رفاهية المواطن. اليوم نحن 20 جرامز ما كان بيطلع لولا كان في دعم من الحكومة نفسها للمواطنين أصحاب المشاريع، اللي هو نحن عندنا اليوم بمجهود الشباب، المشروع هذا تم بمجهود الشباب. الكثير من الدعم الحمد لله اللي هو موجود، الدولة مو مقصرة في شيء، لكل شخص حاب أن يفتح مشروع، حاب أن يستثمر في أي شيء، كل الطرق متوفرة اليوم. وهذا ما يعني من فراغ، هذه أنا من رؤية رشيدة وقيادة لها تطلع ولها نظرة مستقبلية لحال المواطن اليوم بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. الأمن والأمان إذا ما كان متوفر اليوم ما كنا بنسكر المحل ونمشي ونخلي المحل على حاله. اليوم نحن الحمد لله قادرين نخلي أغراضنا برا، ما في أي مشكلة، أنا مطمن الموظف بيطلع من هنا بيوصل لبيتهم وبيرجع لي بكرة في أمن. هذه الأمور ربما ما تكون متوفرة في دول أخرى، نحن اليوم محظوظين إن هالشيء موجود عندنا.
والله يديمها النعمة علينا. طبعا الله يديم علينا النعمة وتعم جميع دول العالم. آمين إن شاء الله. طبعا هذه النعمة نمت من فضله عز وجل ثم من فضل قيادة حكيمة كما نعم صحيح. ما هي شغل توجهها أحد أبناء الوطن إلى الشيوخ وقادتنا على ما وفروا لنا من نعمة نعمة أمن وأمان وبيئة الاستثمار الناجح؟ الحمد لله. طبعا أنا أعتقد أني عاجز عن شكر القيادة الرشيدة، عاجز عن شكر الحكام، عاجز عن شكر دولة الإمارات أن أنا اليوم فخور أني أنا أحد أبنائها. الدعم المتوفر اليوم للمواطن، الحياة السعيدة، الحياة الرفاهية الموجودة اليوم عندنا، أعتقد هذا شيء نحسد عليه نحن كمواطنين. الكثير من حتى الدول الشقيقة والمجاورة يمكن ما توفر عندهم هذه الأشياء، وهذا طبعا بداية توفيق من الله سبحانه وتعالى، وجاء من نظرة ثاقبة ونظرة مستقبلية لدولة الإمارات وين متجهة القيادة اليوم. الحمد لله نحن محظوظين جدا بالقيادة الرشيدة اللي عندنا الحمد لله. طبعا كلمة شكرا لم يتوجهها لأشخاص مميزين كانوا بحياتك كانوا داعمين لك منذ البدايات حتى الآن عبر منبر قناة السمع الخليج لمن تهديهم؟ والله الكثير من الأشخاص، يعني أنا إذا ذكرت حد ونسيت حد بكون ظلمت الناس، لكن أولا وآخرا يعني أشكر الوالدين، الدعم اللي حصلته منهم سواء كدعم نفسي أو شتى أنواع الدعم، الله يعطيهم طول العمر، والباقين يعني ما أقدر أبدأ في حد وأنسى حد، يعني الجميع الحمد لله اللي كانوا حولي ما قصروا يعني الحمد لله.